السلام عليكم من فرشة ديالي الغزالات. هذا الجزء الأخير من القصة، كنتمنى أنها تكون عجباتكم، وكان عاود نأكد وكنزيد نأكد تحية لصاحبة القصة الأصلية، لأني أنا ماشي أنا اللي كاتبة القصة، أنا فقط كنرويها. كنتمنى أنها تكون عجباتكم. نبداو دابا مع القصة، يلا هو تواجدات، يلا هو تبعوني. نزل من الطوموبيل مكشكش ناوي على خزيت، يلا هضر بغي يحيح هو يلقاها مورا حال عينها. نزلت من الطوموبيل بابتسامة وحنان. اسمح لي، قطع مخرج عيني، اسمح لي نديرها في جيبي، فين كانوا عينك يا لالا؟ جمعت الضحكة وخرجت عينها. ايوا مالنا ياك لاباس، جمع فمك، ماشي هضرنا معاك بشوية طلعتي السما، اش وقع؟ كاع نقيدو كوسطو ونصلح لك خرشاشتك. نزلت البنت اللي معاه طويلة ورقيقة كتعوج وشدات فيه. ايوا مالنا اش قلت ترابي تعلمي تهضري، هضري معايا انا اللي مرة بعدا بحالك. قبل ما تدوي فاطمة الزهراء اللي كانت على سبة كتقلب نيت على سبة ليها، طرت عليها بحال الا قاتله ليها باها. ايوا نهضروا بلغتنا نيت تصفد العواشر. دخل وائل كيفك بيناتهم، كل وحده تشير بيدها، ناس قربانه وعاود الناس تجمعوا كيفكو. تقلب وائل على فاطمه الزهراء قلبه وحده وخرج فيها عيني ودفعها بحيطها. تيما ينفع معاك غير البوليس، ما فهمتش انا علاش كتقلبي. ضرب ليا الطوموبيل من اللور زي ذهب الغوات، ما لقيتش شكون يربيك. جبت تليفوني يلا بغى يعيط، اما هي تصيرات راسها سخن كرهت راسها، تمنت الارض شق قدامها وبقات بها قتل الوجه باش تبقى واقفه. لقات احسن حل هو تسخف، يلا حط تليفون وهي طح طح وحده في الارض. جمعوا الناس عليها وبقات السمره غير كتغوت. تبوحيط اوف بزاف، راه دايره بالعاني تمتي شحال كتعرفوا ليه. لفت وائل هو محني، خرج عيني في البنت. دخلي دخلي قلتي في الطوموبيل، ما تخرجيش من تما حتى نجي. جرى عليها وسقر عاد الباب الطوموبيل، بدا كيفزك الفاتي وجهها. كحزو كحزو شويه اللور، مالكم كتفرجوا عندنا الحلقه؟ كل واحد يمشي يشوف شغله، الله يرحم الوالدين. اجاها فاطمه الزهراء كيضرب في وجهها، جات البكيه والحقره وكتنخصص، حلت عينها وبدات كتبكي وتشهق. هادو شد لها في يدها، اجي جي طلعي في الطوموبيل، طلعي بشويه عليك. طلع اللور طوموبيلتها وركب هو القدام، بعد طوموبيلته طوموبيلتها على الطريق للجنب، ورجع عندها لقاها باغا تموت بالبكاء. وصافي ما طرا والو، الخليفه على الله ماشي مشكل، نعيط لك على باك ولا امك ولا شي حد من العائله يجي عندك، ما تقدريش تسوقي ياك؟ قعدت هي كتحرك راسها وتبكي. لا وعلاش كتبكي؟ ما يمكنش تسوقي انت هكا، مستحيل، راك عارفه العواقب كي دايره. نعيط على باك ولا خطيبك ولا؟ قلبت وجهها كتشرق، ما عندي لا خطيب لا والو. عقد حجبان وقال كيفاش؟ بابا بغى يزوجني بزاف مني وهربت. وائل كيفاش؟ وهيلي علاش غيزوجك بزاف منك؟ علاش علاش ما قابلاش؟ لا ما نقبلش، ردني للوطيل. انا سرعت مع وائل. بصح علاش كاسا في الوطيل ما جالساش مع دارهم؟ نهار شافها عدها الوطيل على هاد الحساب، بصح هاربه من دارهم. نهد وقال واخا يلا صافي سكتي سكتي من البكا، انا غلط داك الوطيل. صافي بلا ما تبكي، واحد دقيقه ورجع. مشى لطوموبيلتو ويات زرعتها كتمسح دموعها وكتطلع ليه بزاج، واقف كيهضر مع هاديك البنت. تسناني هنا ولا نشد لك طاكسي تمشي؟ غندي السيده للسبيطار راه مريضه ورجع. كيفاش تخليني انا هنا وتديها هي؟ مالا هي شكون هي؟ زوينه هادي. وائل عرفتي اش غديري؟ اصلا كنتي غاده في الطاكسي ياك، وفرحتي لي راسي من قبيله، مشي عند صاحبتي، مشي عند صاحبتي كتسناني. ايوا نزلني دابا سيري عند صاحبتك اللي من صبحتي كفرحه لي راسي بها، ما تغديتش في خاطري كاع، كل شويه قاس عليا نوض نشد الطاكسي. يلا نوضي بعد دابا نيت قربتك شويه منها. وائل واش كتهضر بصح؟ راك كتهضر معايا انا، انا راه نسرين. نسرين تي مالك؟ شكون نسرين؟ مارلين مونرو. نوضي نوضي سيري طلعي، طلعتي ليا في راسي. نزلها وشار الطاكسي خشاها فيه وقال لها سيري عند صاحبتك تعطلت عليها. رجع كيجري عند فاطمه الزهراء، قامت تسكي راسها كتنخصص، ديك في طوموبيلتي ديالك خصها ديباناجي ديها تصلح. فاتي واخا ماشي مشكل، يلا يلا نزلي معايا غير بشويه عليك. شد لها في يديها نزلها وداها للطوموبيل تركبها، اتصل بديباناج كيتعامل معاهم يهزوا ليه الطوموبيل يديوها لبلاصتها اللي شراتها حتى يصلحها ليها هو، بحكم تضررات بزاف من القدام، ماشي بحال ديالو غير الضربه تصغي شويه تقاس من اللور. صافي طلع كل شويه يدور عندها يسولها واش مرتاحه، ما بغيتش يمشي للوطيل دابا، انتي نمشي بلاصه حدا البحر، حاسه براسي مخنوقه باغي نشم الهواء. واخا ديك العيد ديال تقاسي شويه تغديتي بعدا؟ لا مازال. دونك نديك شي ريستو الجوع اللي دار لك سخفه واقيله. دار الكورنيش تاع الدياب، نزلات كتنفض حوايجها
دخلوا الغيستو وجلسوا. شربات الماء وتكات على ظهرها وائل قدامها جالس. شويه دابا حركات راسها بالايجاب كتصبحت عليه ودايره فيها مريضه مهرسه ومهمومه وجميع المصايب الدنيا والدين نزلوا عليها. وائل شنو تاكلي؟ اللي بغيتي. عطاها الموني عزلات هي وهي وربها يدي وقال لها عاودي لي شنو وقع لك، عاودي لي باش ترتاحي. بابا بغى يزوجني بواحد كبير في السن ومريض فيه الزهايمر وهربت ليه الاكادير. وائل امتى هادشي؟ شحال هذا ولكن حالف عليا حتى يزوجني بيه وهربت الاكادير. جلست ما حتى عيطوا لي على فلوس لاسيرونس عاد جيت وجيت بلا ما يعرف نكرني مبقاش حاسبني بنتو خايفه يلقاني ويشدني بزاف مني. وائل واه ما عندوش الحق يزوجك بزاف منك وهالسيبه هادي ولا شنو؟ وعلاش العدو اللي كيسولوا العروسه واش قابله ولا لا؟ ولا ما كنتيش قابله راه ما يزوجكش. واش باك تسطى ولا مالو؟ حمرت والله وانا قلت ليا مخطوبه كتوجدي العرس حسب ليا بصح فاسيل. لا لا راه غير قلت لك هكاك وصافي. وائل المهم ما علينا سي بعدا لاباس عليك اش كتعاودي؟ كيدوزتي هاد العامين قدرني راسي على قضيه الزواج ومراتك اللي قلتي ليا شرح ليا شكون قال لك انا تزوجت فاتي؟ علاش ما تزوجتيش؟ ما تزوجت ما خطبت ما زمرت شكون اللي قال لك انا تزوجت؟ فاتي برتي بال من مورا طلاق جاني اتصال من واحد صاحبتي قالت لي وائل زوج مريم. هز راسو وطرت قلع من الضحك. واش منيتك؟ لا لا واش منيتك شيط عليا راسي ولا شنو؟ فاتي واه ما نعرف هادشي اللي سمعت. هذا عليا صافي فهمت غتكون هي قالت لهم تزوجني حيت واحد صاحبي كان خاطب ختها وما فراسيش انا ختها ولا واش كتجيها كاع. كنت كنطلق انا بداك صاحبي وخطيب سو كنعرفها مزيان مي عمرني سولت واش عندها شي اختها سميتها مريم مولا. مهم في العرس عرضني القاع ومشيت مع الدراري وداكشي وهي تبان ليا ما فهمت والو جات عندي كضحك بحال بيني وبين عشرة. سيده فرحات فاش تلقاتني في العرس ما علينا. المهم نوضونا قال لك تصوروا مع العروسه والعريس. مشيت حدا صاحبي جلست حداه فوق الفوطي طويل وهي تجي كطير جلست حدايا بتكشيه طاو الشعر داك التخربيق ودايره واحد التاج صغير فرحانه به. انا ما حملتهاش تصرات طغيه بالزربه. المهم تصورنا ونطالع ليا الخز ما عاودتش نتصورت خايه فيا. والغد لي كنلقى حد الدري صاحبي اللي تزوج صيفط لي الصوره ديال انا وياها مقطعها ومزوقها من جناب وقال لي واش بينك وبينها شي حاجه؟ ما فهمتها وزه شافتها الوالده ما عرفت شكون هاد المحسنه اللي وراتها ليها ونات كتسخط عليا قالت لي تزوجتي وعرستي بلا خباري كلشي صايخ الخبر الا انا. المهم روينا وكملاتها وجملاتها طاقاتني في الطف اننا تزوجنا وديرها ضحك زعما مي بنادم حسابه بالصح وقاس كيبارك صحابي كيعيطوا كلشي كيسول واش جبتي المره الثانيه حيت اصلا ما قتلت واحد اننا طلقنا غير لا فامي. خلاص راه قالت لي الوالده ضربت لي الطر فاتي اويلي واش بصح مال هادي تسطات شنو درتي معاها؟ صحاب لي كان ساهل ليا سكرينيت البوست كامل اللي كاتبه فيه اللي باركوا ليها والعقله عقبه ليكم البيرات كاتبه بحال هكا سكرينيت البوست اللي حطات بالصوره وسكرينيت دوك التعاليق وداكشي كله اللي وصلني من صحابي. مشيت خرجت تصاور وشديت طريق نيشان لدارهم خرج ليا باها وكانوا باقين ديال العرس مازالين تما. هادشي اللي كنعاود لك راه نهار الثالث العرس خرج ليا باها وبديت كنحماق عليه ونحيح حتى خرجت عائلته كامله كيطلع. وريت لبا هذاك الشيء وقلت ليه راه انا مزوج خلقت ليا مشكل مع مراتي مشات لدارهم ورفعت عليا الدعوه الطلاق يا باها بسبب هذا الشيء كله. فايت فين كنعرف انا ولا فين كتعرفني؟ جينا نحضروا العرس صدقنا مزوجين وهذا الشيء دخل الصحه هذا قال الترابي. المهم حيحت عليهم حتى رجعت رجع كيطلب ويزاوق نسكت. عائلته كرهوها في ديك اللحظه كلشي كيهضر ما خصهاش دير هكا لا حشومه لا هادي لا هادي ما تفرقش راجل على راسو. قلت لهم في خاطري تفرخنا واللي عطى الله عطاه. طلعت مع الدروج في ديك اللحظه ما فاهمه والو لقيت البلباله قبل ما تسول جمع معاه واحد الطرشه فجات الارض وسقط عليها باه باينه فيه معقول وما كيهضرش. ما هبطت كنلقى الجوقه في الحومه وانا نهز يدي حتى للسما بديت كنغوت انا مزوجه عباد الله هاد ختنا فرقاتني على مرتي كتقول للناس مزوجنا بيني وبينها والو وباغا تلصقني عباد الله. وجينا حضرنا العرس نات تصورت معايا وحطاتنا في الفيس وصلت لمراتي نضعتني للطلاق ان هذا لا منكر ومشيت بحالي. المهم تشوهات وسط عائلتها خطفت رجال وسط حومتها منين ما دازت كتحشم كتهزر الراس تحشم تهزر الراس. ولا مشيت عند الوالده بقيت عام كنحلف بها ما مزوج ولا بغات تثيق. رجعت حاط يعني فين ما مشيت فين مشيت فين جيت وتسول خلى الشك خافت نزوج ونخبي عليها فاتي. ويلي هادشي كامل واقع. وائل
وعلى زين الصحابات اللي عندك، لا صحاب زينين لا لا جيران زينين. ما فهمتش كيفاش كتطيحي على هذاك القوم. ونزيدك ديك جارتك اللي ديما كانت جالسه معاك في الدار، ها مشيتي وعرفتي، عرفوا بلي طلقتي، عرفتي جات عندي كتقول لي. فاتي مصدومه، شنو قالت لي؟ عيط نصح فيها وكنقول لها غتخرجي على راسك، وداكشي اللي كديري ما مزيانش، وراجلك ما يبغيش، وديما كنهضر مع الدراق لا والو، الله يجيب لك بنت الناس محسن منها. فاتي ويا اصلا باش عرفتنا طلقنا؟ وعلاش طلقنا؟ ما عارفينش. وايلو قوليها لراسك، عارفاش علاش ومسحت فيك كلشي. مهم طلقتي راه انت اللي فوتيف، هيا وينصحوك. والله نمشي عندها هي تنوريها، والله لبقت فيها. وايلو صافي سالينا من ديك العماره، بقيت ساكن تما سدات مدام. وفين وليتي؟ رحلتي؟ رحلت الشهر الاول، بعتها ومشيت سكنت مع الوالده في الدار. اصلا لصقاتني حتى بنت مدي واحد البقعة زوينه قريبه من لاجونس، وخديتها بنيت على خاطري، درت ليها لاكاف والكراجات اللي تحت والطبقه اللي فوقهم فيهم، فوقهم غير لا صال ديال الرجال والعيالات، وسكنت انا الفوق. فوق مني جوج طبقات خاويين، ما عرفتش اش ندير فيهم، كندور فيهم بوحدي كالجن. ويجي بنادم يزوجني ويطلقني كيبغى. ها وائل تزوج، ها وائل طلق، غير وائل اللي كاين تفوه على بنادم. دابا ما كاين لا عماره لا باب عماره لا جيران، كاين دار مستقله والشارع والقهوي. وغير الا بغيني بغيتي تصاحبي من الشارع، وما نعرف دورات وجهها. واصلا انا شداني ليها. وائل ابتسم، علاش ما نويش ترجع لدارك؟ اغمزها، بقى بوحدي انا باير بلا زواج. قالت بلا مبالاه، وانا مالي سير تزوج. ابتسم لها بعذوبه، هذاك الشيء اللي ناوي ندير، اجي دوزتي عامين كامله في اكادير خدامه، مبقاش ليا بزاف ارجع بحالي. وائل مزيانه لالا، سكت وبدا في الغدا في صمت. العيون اللي كتكلم هاد المره مصوت صريين بزوج، وحتى واحد ما مرتاح، الجو مازال مكهرب بيناتهم. سالاو الغدا ونعدت وقالت فاتي غنمشي بحالي، شكرا وسمح لي على دبسك، هذا واجب واخا ما سخيتش بك، انت دغيا سخيتي بينا. تابعني شحال ما يدار، واخا لا ماشي مشكل يلا نوصلك. خرجوا طلعت معاه ويلا دها ديما للطوموبيل غتمشي للوطيل. فاتي اه، قال بتردد، يلا يلا نديك للدار، بغيت نقول بزاف عليك الوطيل والمصاريف والدار خاوية، وانا غنمشي عند وليده باش تبقاي على راحتك. فاتي لا شكرا، ولكن غنكون على راحتي كثر الا بقيت في الوطيل. سكت ما قال والو، وصلها لباب الوطيل، تعطيني المرسك غير نسول عليك الا ما كان عندك مشكل. حركات راسها عطاتو النمرة ومشات بحالاتها، سدات على راسها في البيت وهي تسخف شلانة طايرة من الفرحة. اخيرا اخيرا قلبها ارتاح شوية، قلبها اللي كيرتاح بجنب وائل فقط، صعيب ارتاح تمشي حد اخر. مشات تلاحظ فوق الناموسية مع نقل مخدة، وكتحلم وكتخايل وفرحانة، ما قدها فرحة، بدات كضحك لها ليا من جديد، وبدات كترجع حب حياتها وراجلها اللي ضيعات. صبحت صباح فايقة ناشطة وراشقة ليها، خدات الدوش وخرجت من ويا على الفوطة بيضاء، لقات تليفونها كيصوني، طلعت فيا تلقى مرتو. اي حامضاها وعمرها نساتها، جاوبات وعينيها ضحكين، كتحلون وكيهضر معاها بشوية وبتقالة. كي صبحتي صافا؟ الحمد لله. وانت كي صبحتي؟ حسن من الايام اللي فاتوا، هاد الصباح صبحت بشكال، اش كديري؟ والو، خرجت من الدوش وغنزل نفطر. واه 12 هادي وقت الغدا هذا، شنو نخرجو نتغداو نصابل؟ فين فين ما بغيتي. اوكي واحد ساعه وندوز عليك، طوموبيلتك راه عندي، فاش نصلحها نجيبها لك. اوكي يلا بسلامه. قطعت ويا جبد فوق ديك الناموسية غدار بالفرحه، لمعت النوضه بالزربه وشتت الفاليزه كامله كتوجد، يلا تلحق سالي في الوقت، تلبس وتحط وتقيس وتجرب، وفي الاخر خرجت بنتيجه. لابسه صالوبات ديال التوب واسعه من التحت مع صندله عاليه في الاسود، جهه رائع مع الروايح والمكياج، ونزلت كتخرق في الطالون اقرب صالون، وجلست كتصايب شعرها. شويه صوني لها التالي وهي توقف الكوافوره، بلاتي عافاك اختي غنجاوب، لا سمع الصوت ما بغيتش يسمع صوت السشوار ولا حس الصالون، غيقول لي غير من تالي وكنوجد ليه. الو وائل، انا حدا باب لوطيل. واخا انا مشيت غنجيب واحد الروشارج وراجعه عندك، دابا تسناني. وقطعت، كملات شعرها وخرجات كتقرقب ثاني، دازت خدات الروشارج ومشات طلعت حداها، سلم عليها من الوجه وتعطلتي. تلاقيت غير واحد صاحبتي شداتني بالهضره. اوكي هز واحد البوكيت فلوغ من اللور وعلبه ديال الشوكولا وعطاهم ليها قبل علينا. شداتهم فرحانه وقالت له شكرا، عذبتي راسك. ما بيناتناش هاد الهضره فاتي، راه بيناتنا عشره، حيدي حيدي الرسميات.
مشى النفس لغيصتو حدا البحر وجلسو كيتغدا. شحال بقى ليك باش تمشي؟ بعد غدا ان شاء الله. باقي طوموبيلتك ما تصلحات؟ غير زرب عليها حتى نمشيو نصلحها تما. شحال تقام عليا الاصلاح ديالها؟ غتحاجبو ويلا فاطمه الزهراء كنا ما بيناتناش. سكتات مبزات ما كتشرب الماء وائل حداها برصد بحال الا باغي يقول شي حاجه. فاتي نجيك من الاخر، حنا ماشي عاد غنتعارفو، انا باغي نرجعك ولا كنتي قابله نعجلو بهادشي بلا ما نزيدو نطولو. نجبدوها واحد عام ولا عامين، راه 5 سنين وحنا مصاحبين عاد تزوجنا، ما فيا اللي يجلس عليا شي 5 سنين اخرى. انا كنكبر ماشي كنصغار، باغي ندير ولادي نلعب معاهم حدا عندي الخاطر ليهم. بقات ساكته متردده، حس بها بحال الا باغا ترفض ويشد في يديها. كان واحد عمرها تعاود، عمرها تعاود فاتي، ثق بيا والله كنبغيك لواحد الدرجه ما تصوريهاش. راه غلطت وندمت ونعاودها لك المره المليون، سمحي لي عمري نعاود نديرها. حتى انت يعطي الوقت لراسك، حتى الله يفرح راسك، راه كنبغي نشوفك احسن من كاع دوك اللي كيدوزو قدامي في السنقه. نبغي نشوفك لابسه مزيان واكله مزيان مرتاحه، باش حتى انا نرتاح ونحس براسي مهلي فيك. ما ناقصك حتى خير، حتى الله يرفع راسك هو الاول. وباغيك لا تشقعي لا طيبي لا والو، نشوفك غير مزيانه، هذاك هو النهار الكبير عندي. نهدات وقالت، والعائله ديالنا اش غيقولوا؟ من عندي انا في 60 داهيه خلاو المصريين، حياتنا هذه اللي دوا يلعف واللي دوارا نعرفوا باغي ليا الشر، حيت ناوي نرجع مراتي وندير ولادي ما نبقاش هكا. وغير انت ما تسمعي لتا واحد، حتى حد ما تخليه يعمرك راسك. انت باغاني انا باغي وينعلبوا البشر، اللي ما عجبناش يقلب علينا يعطينا عاد 9. سكتات مطولا كتسمع الكلام، حشمات تجاوب وتقول قابله وقابله وقابله قابله نرجع، ولا هضرات غتقول ما قابلهاش ودير في عزيزه نفسي. دورات وجهها للجنب حتى حسات بيدها شادها وباسها لها ودار شافتو كيشوف فيها بشغف. غادي نرجعو، انا مستحيل نعيش مع وحده من غيرك، وانت مستحيل تعيشي مع واحد من غيري. راحتي معاك كنلقاها، وانت راحتك معايا كتلقاها. فاتي والثقه كي غنديرو نرجعوها، وحلفت ليك والله ما تعاود، ومع الوقت راه غترجعي ثقتك فيا. هذا جهدي عليك، ما عندي ما نقدم لك باش تثقي فيا فاطمه. حلفت ليك بالله والله احسن من كلشي. نهدات ساكته ويقول لها، غنمشي معاك تهزي حوايجك ديهم دارك. لا لا ماشي بهذه الطريقه وائل، خاصك ترجع ليا اعتباري قدام الناس اللي كلاو في الحمي حتى شبعوا. اللومه اللي رجعت عليا، العائله اللي كتشوف فيا شوفها ناقصه بحال الا مجدامه، والضحك اللي ضحكوا عليا، واللي تزوجات كتعيط تشفى فيا صحاب ليك. هادشي سهل عليا، راه مرات ما هضرت الناس وتقهرت وليت نحشم بحال الا دايره جريمه. ما تصورش وجهي اللي مرمت ليا في التراب والسمعه ديالي اللي طاحت الارض. وائل واللي بغيتي نديرو، كفي انني كنبغيك وغتعيشي معايا، ما يهمكش البشر. الا انت عندك هادشي زايد ناقص، انا راه مهم بزاف بالنسبه ليا، ولا اي بنت هضروا فيها وطعنوا في شرفها. خاص بعدا با يبغي، هادي اول حاجه، ماقدرش نرجع لك بلا ما يبغي. واخا هكاك سخط الوالدين خايب، والحاجه ما كتكملش بلا رضاهم. وشوف امك واش تبغي بعدا. امي والله يعمرها طاب، وعمرها قالت فيك شي كلمه خايبه، ديما كتقول لي ضيعتي بنت الناس وما تلقاش بحالها، وخباك خرج العيب. معليش غنشوف معاه على قبل داركم، اما عليك انت مازال كيذكرك بالخير لدابا. المهم منك البابا بغيتو هو يعيط ليا، ماشي انا نعيط ليه. انا ما نقدرش نقول ليه نرجع ولا رجعت ولا شي حاجه، هو اللي يجي يقنعني نرجع. وائل وضعي مع ماماك شوفي شنو تقول، هي كتعاود ليها كلشي، وانا غنمشي دابا نيت مع العصر نتسنى باك يخرج من الجامع ونهضر معاه. غيبغي ولا ما بغاش غيبغي بزاف منه. فاتي بابا، بابا يقدر يبغي يقول والله بعدا ترجع ولا تبقى بايره، انا عارفه كي داير. غتجبد له حسن الزواج يضحك حتى لودني، ينسى كاع اللي فات. وائل ورا عارف واش تعاود لي عليه، خرجت في عينيها ومالك كتهضر هكا، راه بابا هذاك. وائل ما قلت والو، باك الله يعمرها دار اش قلت انا. يلا صفحي سمحي لي لالا. دورات وجهها زعفانه وشاد فيها كيرطب معاها ويرضيها، حتى قربت العصر تأذن ونض رجع بحال اللوطيل ومشى هو يتلقى بها. اتصلت بها تلقاها، تلقى لها واش دا الطاكسي قربت من المدينه تلقاتها، جلست معها في القهوه كتدخل وتخرج ما قادرهش تجبد الموضوع. فاتي ماما واحد خينا بغى يتزوج بيا. شكون هذا؟ فين كتعرفي؟ المهم هو راه ميسور باقي صغير وزوين، وعاودت ليه عليا وبغى يهضر معايا مع با. وتخافي حتى هذا يكون كفس من الاخر وما تبدل لصاحبك ما كرف. انا كنحسب ليا غتنعي لي الشيطان وترجعي لراجلك. بعدا كنعرفو عارفين كيفاش كنتي عايشه معاه وكل شيء حاسك، وعوينا ضرباتكم وصافي. فرحات فاتي وخبات فرحتها، راه تعرض ليا باغي يرجعني وما بغيتش. المهم
هذا اللي بغى يخطبني راه قاطعه والله حسات ندمي. انا فين كنقولها لك، انا عمري بنيتي شفت شي راجل كيموت على شي مره بحال اللي شفت هذا مسكين كيجري مورا كيقول ما جريت وانت باغا واحد ما عرفنا طلعو كي داير وعيلتو تحرر فيك العيشه. راه خالهم ديال بصح وسمحوا ليهم، راهم والدين ولادهم ما جاب حد خبارهم. اما انت ودرتيها لعب صدقات بصح، كون غير حصلتي بعدا مع شي وحده وزيدون ما يقدرش يعاود وما عمرو يثق في شي وحده اخرى. ديما يبقى يقول تقدر تكون فاطمه الزهراء اللي مصيبتها. اسمح لي يا بنتي ارجعي لراجلك، انا دخل ليا لخاطري راجلك وكرسح من جهته واحد اخر عاد غنعرفو ما عرفنا يصدق ولا ما يصدقش. راجلك زوين وصغير وبخير وخميرة والله مش خطب شي وحده هي تيعطيوها لي، والمخيره في العائله ما كرهاتوش راسها واخا يصبح يعصيها في العصا الصباح والعشيه تبقى لاصقه. فاتي اوف والله تحرت، سمعي مني انا باغا لك الخير، الا مازال تابعك رجعي لي كل ما كان باغيك والله لا بقى تابعك. وتجي من الجنة والناس يجي وحدة أخرى، ياك مطلق مطلق علاش يرجع القديمة يشوف لي وحدة جديدة؟ لا ولاد ولا علاش يصبر، لا لا ولا ورث ولا والو. وزعت الدري زعتها صغايبية وهي ناري، وزعت الرجال شحال صعيبة. فاتي المهم دابا هو صافي مشى تزوج وسالينا نشوف راسي حتى انا. لو ما عطاتها بالصبع ها ها هتزوج، ويجيو البرهوشة تتفلاو عليك تيقيهم وما تزوج ما زمر غير كانوا باغيين يفقسوك ويمرضوك في صحتك. أما أنا شحال هادي كانت تلقاني جا سلم عليا وفرحان والصواب، ملي قلت ليه مبروك عاد عاود ليا كلشي وضحكت تشبع. والمهم روينة تا هو داز منها الله ياخذ الحق في اللي كان حيلة وسباب. رجع بنيتي لراجلك تلقاني مسكين بقى يسول عليك حتى حشمت قلت ليه مشات للسعودية. فاتي والله ما عرفتش ندير حرت مسحيري ما والو، الولد باغيك وشاريك حتى واحد ما يدير عليك بحال داكشي. عمرك تثقي في الناس وعطيتي ساعة للبشر راه ما غرق البوق الشقف ما يهز بيك. سمعيني من هضرتي راني امك. ايوا الله يد اللي فيها الخير الا بغى با بعدا، اما لا مبغاش راني هناني. العم غايب غي غايب غي بزز من موبه وكره بعدا يرجعك والله ترجعي ورجعو كي كنا ولا هاد الحاله اللي رجعنا فيها تي تي والله سيردك ليه مشى دوا معاه. فاتي المهم ما يجيش يهضر معايا انا مشي منو لي لبا يلا راه مشى بحال الحال يلا رجعوا في حالاتنا. وانيت باش نمشي نقرقب لباك عاد راسه مش حتى لا مشى وائل هضر معاه ولا تلقى به يعرف يدوي معاه ماشي يطلق عليه قرقارته الخانزة ويطجج الراجل. هذوك الوحده شدات اتجاه فاتي رجعت للوطيل ومها مشات للدار. يلا دخلت البنت وجهها اتصال عند وائل ناشط ناشط فينا حبيبه رجعتي؟ لا بقى برا. وكيفاش برا راه العشره هادي مازالش كاش كديري في الزنقه منيت كفاتي؟ لا كنضحك راه رجعت قبيله اه وحسب لي. مهم دويت مع باك ما طلقتو صح صرت واحد الشمع. اويلي شنو قلتي لي عندك قلتي لي هضرتي معايا؟ لا لا قلت لي انا نرجع مراتي من الاخر. فاتي بحماس اه شنو قال؟ قال لي ترجع من السعوديه. سي انت مشيتي لشي سعوديه؟ ورا ما بغاش يقول لك طجيت من الدار ومشيت عند خالتي الاكادير. وبانت لي غير السعوديه. هذا باك مشرق الاوراق يلا خرج من الجامعه غسل النوبه وصل عندي خوه يجمعهم ثاني ولا عجب كدبك حلا هادي. مهم تي امتى غتجي من السعوديه باش نفضي واحد الحريره؟ ايوا خلي سيعيط ليا راه ما عارفنيش في كازا اما كون جا ليا هنا. صبر صبر سيعيط ليا نشوف اش يقول بعدا. والا راه قلت ليه راه رحلت من داك القنت ركب معايا في الطوموبيل وضربنا دويره كنهضروا دوزت وحده الدار قلت ليه الا بغاتكم تبقاو قرب منا اجي سكنوا فوقنا. قال لي ضرب على حسابي غتترجع من السعوديه وغتلقينا انت ورجعي خلاص من السعوديه. فاتي انا قلت لك خليه حتى يعيط ليا كون غير ما قلتيش لي يسكنوا فوق منا ويلي نبدا نصبح ليه نقول علينا والله ما تشوف النهار الزوين غيبقى حاضينا. وائل غير قلت ليه مهم تجي انت من السعوديه ديالك ونشوفوا واش كاين ديري اللي عجبك. انا غملي قال لي ضرب على حسابي صافي تهنيت. وهي كتهضر مع وائل جا اتصال وقالت بلهفه قطعت قطع نمرض بابا قطعت عليه وجاوباتو بادب. الو بابا؟ قال لي من فخ سلام واش نتي ما عندك والدين تسولي عليهم ما عندك عائله بقيتي من الجنة والناس؟ راه كنبغي نسول وخفت. قالت لي امك راك هنا في كازا. اه كاينه. يوم ما قدرتيش تجي للدار تجيش لدار باك ماشي حشومه جالسه في لوطيل وجريت عليك جرى عليك شي حد علاش ما جيتيش؟ واخا صافي دابا نجي يلا غتجمعي حوايجك واجي راه دار باك هادي ما كاينش اللي يخرجك منها. جمعي حوايجك بنيتي واجي لدار باك مسامح كريم. واخا بابا واخا يلا حنا كنساينوك متعطليش يا بنتي قطع خلاها مصدومه. بنتي؟ ك
كيطلع جرح ترجع زوين. معليش بحوايج عليك يلا تلحق. جمعاتهم وشدت الطاكسي لدارو مباشره. جرى الباليزه ديالها ولبسها جلابه قدام باها زعما دارت عقلها. حلت لها مع الباب وبدات كتسلم وتعمق بحال الى اول مره تشوفها. دخلت حشمان لقات باها جالسه في الصالون. مشات عندو باش يدي وسلم عليها كان شيء لم يكن. جلست حشمانه وربعه يدها هو كيشوف فيها. كيداتي مع الخدمه صفر وليا لاباس لاباس با يومالك ما جيتيش دار باك جرى عليك شي حد؟ لا ايوا جلسي في دار باك مالك مناش خايفه. وعيشه حطينا العشاء نوضو نرقدو ترقد تسلم انت راه عيات مسكينه مكرفصه في داك الوطين. حطات عيشه قصريه ديال الكسكسو فوق الطبله وها العشاء عندك تا كنا زيدي بنتي زيدي نتعشاي. تجمعو على الطبله بحال اي اسره تعشاو كل واحد فين يجبد. الاب مشى البيت وفاتي تصرحات فوق واحد السداري غي يومها كيتجمعو. فاتي شنو قال؟ فرح وجا هو قلب ليا دوا معاه وائل بغير الشعك ليه العرب نيتي رجعي لراجلك وخلينا نرتاحو من الصداع شيكو كان شي ولد الحرام والله ما نقول لك رجعي. فاتي بشرط شنو هو؟ حتى حد ما يعرفناش كنديرو ولا اش كنطبخو. يجي يخطبني بحال الاول ويدير ليا العرس واللي سول قولوا لي غتزوج من جديد. بغيت حتى واحد يعرف شكون غنتزوج. عيشة انا ما عندي والو سر كبير شوفي غبا كيزن فما. فاتي الا جبد معايا الهضره نشرطو عليه الا بغاني نرجع وتشوفي لازم فمو باش ما نتعكش ليه. يلاه تصبحي على خير. غطات وجهها للحيط ونسات. صباح الحال كانت كتعاون مع فشقة سمعت الباب كدق مشات حلات لقات جارتهم كتعنق وتبوس. اهلا الزين على سلامتك شداتك السعودية علينا. طلعت فاتي حاجة مدهشرة شوية وهي تضحك ضحكة صفرا وقالت اه سعودية ويلي دوختني الطيارة سخفت دخلي دخلي مرحبا. خلات الجارة جلسات وبدات كتحنحن وصبحت الغبرة هادي عامين يا اختي ما شفناك تبدلتي وزيانيتي. فاتي والسعودية هادي حبيبة كتمشي خايبة وكتجي غزالة. الجارة ايوا كاين شي روايح شي عبايات شي بخور ما جبتي والو؟ فاتي معلوم جبت مالي نجي طويلة جبت لماما وختي وخويا. ايوا كلشي تفرق يا حبيبة خسارة جيتي معطلة مع جيت مع خرجت بقيت غير الدار. الجارة كطلع تهبط ايوا مزيان بصحتك. فاتي خليت لك الراحة غنمشي نبشر شي حوايج ديالي. نطمح داخل لاتها موراها كتعوج فما وطلع تهبط. رجعت لشغالاتها عيط لها وائل الحب اش كديري؟ فاتي مويا كان صبان وائل بصحة اش درتي مع بابا؟ صافي هدرت معاه قال لي غنجي مرحبا مهم غنجيب الوالدة ونجي. فاتي جيت تخطب بحال نهار الاول عندك تم جاي طويل. وائل اي هاي هاي ايه حبيبي واش ني صحاب ليك بعتيني بالرخيص غتشريني بالغالي. وائل الريال ولا الاورو واللي حبيتي المهم فاش نصرفو غيضوب ليا. وائل اه واخا لالا بغيتي نجيب معايا جمل ولا جاموسه؟ فاتي تصور بولادو نوع تسالي اجي راك نهضر بصح دابا بصح شنو نجيب معايا؟ قالت حشمانه يوم انت تعرف هضرتي بعدا مع داركم هضرت معاهم شنو باقي الدري صغير كرضع صبعي ما قال والو. لا ما قال والو صراحه اصلا عارفين المشكل من بعد يعني انا اللي غلطت الوالده اللي باقا مقصحه من باك امك شويه مي هضرت معاها غير انت وصيهم يكبروا بها راك عارفه بعد فاش كيكبر كيبغي اللي تهلا فيه ويدير ليه بحال الدري الصغير فهمتيني. المهم راه غلطوا في حقها وبزاف واخا هكاك قبل تجي معايا باش ما تخليش ولدها باير. فاتي الله يمسخك ياك مقلقه مني انا؟ لا لا سيسي مقلقة حيت عمرك سولتي فيها وكنتي عزيزة عليها حيت كنتي مهلية فيا. إيوا عارفة بعدا إيوا باز وكون ما كنتي كتهلاي فيا بقا تابعك كي الحمقة الحمقة أنا على من غنجيبها بالي وتصبر عليا من غير كزين. إيوا وجهك قصحك قصح من السوميلة تصباط باز لوجهك. وإلا كنضحك معاك حبيبة مهم شنو نجيب؟ راح حشمت نهضر مع شي وحدة في خواتاتي ولا مع الوالدة نقول لها شنو نتي معايا تقولي واش غادي تصالحو ولا غادي نخطبو انا فيا اللي يشرح المهم نوجد راسي. غنجيب تفصيله ديال التكشيطه وخاتم جديد ديال الذهب راك عارف القياس ديالي مهم وبلغه وجلابه وحوايج راك عارف والحليب والتمر والحلوى والشوكولات وشي بغاسلي زوين ديال الذهب والريحه والحنه قاطعه. شوفي شوفي كتبيها التقديه في الواتساب وصيفطيها ليا. فاتي واخا قطعات بدات كتعمر لي تسالات ورجعت لشغلها.
ارجع باي العشيه لقاها كتعمر اتاي يوقف عليها. اجي نهضر معاك، حتى انا بغيت نهضر معاك، بغيت نقول لك راه غنرجع لاكادير الخدمه غدا. وي صفر لي وجهو. اجي بنتي الله يفتح عليك، اجي نهضر بحدا. وديك الساعه يدير الله خير تبعتو للصاله، لحقت عليه ما قلت الوسط الاب راه تلاقي سوائل دا كيرغب فيا مسكين، قطع ليا قلبي، باك ترجعي وترجعوا الشمل. واللي فات مات والمسامح كريم، كون هاد السيد ما كان باغيك بصح ونيتو صافيه راه ما كانش يبقى يتسنى فوقاش ترجعي، كون مشى تزوج واحده اخرى ونساك. الام واه الله يرضي عليك بنتي، ديري عقلك ورجعي لراجلك الا بغيتي تكوني مرضيه. بقاو عليها بالهضره يزوقوا ويناقشوا، هي كتسمع لهم ساكت حتى سالا وقالت بشرط يدير ليا الخطبه احسن من الاولى والعرس احسن من الاول عاد نرجع، ويحلف لي عمرو يعاود. والاب وديرهم ديرهم لحقك، راه ما مرد لك وجهك في التراب، خاصو يشلو بالحليب. ام من حقك، مهم فاش يجيو نقولوها ليهم ونشوفو شنو يقولوا. فاصل المهم انا الا ما دارش ليا العرس احسن من ديال نجلاء بنت عمتي اللي عرضاتني العرس كتفقص فيا، والله ما نتزوج بيه. يديروني في القاعه بالتخيطه والعمانيه والنكافه والحواله مشويين والبسطيله د الحوت، ونبرز بحال العريسه وعطاني فلوس الصداق. اصلا كون مشى بغا يتزوج وحده اخرى كان غيدير هادشي كامل وبزز منه كاع، وغير انا اللي دري ويشا وديما كنصبر ونسبح في حقي. الام وعندك الحق، واصلا كون مشى يتزوج غيدير هادشي، حتى انت بقيمتك وكرامتك وغلط خاصو يعوض ليك. البركه غير الناس اللي ما خلاو ما قالوا فيك. فاتي كتدور في عينيها وشرط اخر. الاب شنو عاوتاني اللي يسول؟ قولوا ليه تخطبات بيمن حسن العرس وتعرفوا عليه كيما شرقوا فيا فمهم، بغيتي يشرقوا فيا عينيهم. الاب امي اللي سولاتني نقول لها ما نعرف وبغيتي تسخط عليا. فاتي المهم هذا هو شرطي، نتخلاتهم كيبرقوا هما كتساوي. وصافي صافي ساوي ساوي، خلينا نرجعوا لدارها. واللي قالت قول اياه، خلينا نتناو في دماغاتنا من هاد المشاكل حسن ما ترجع لاكادير ويبقاو الفم مشركين عليها. الاب ايوا نعيط ليه نقول لي راه قابله ترجعوها شروطها ونشوف اش يقول. مشات دخلت البيت وهي تكمش كتضحك ما قدها فرحه، كلشي بالعكس يسر ليها. الله يسر، كون جابته بيدي وكنت سمعت عليه الهضره. هربتي ودرتي وفعلتي وتركتي وحتى شوهتينا وعاد باغا ترجعي، يقدروا يعكسوا لها وتصدق راجع بزز، لا عرس لا شان لا مرشان، تولي تطلب الله غير امتى ترجع. ايوا هي دابا نفذت الخطه ديالها وصدقات. بالليل اتصل بها وائل هي مخشيه في الفراش، اجي بقى ليا باغا عرس وهاي لالا وصداقه واش بصح. فاتي اصلا كنا بغا شي واحد اخر يتزوج بيا، كنت درت هادشي بحالي بحال كاع البنات علاه من المطلقه ما كطلعش في العماريه. وإلا لا غير سولتك وعلاش هاد التخربيق كامل اللي غيدينا الوقت، اجي نرجع بحالنا واللي بغيتها نشريها لك. فاتي ما كاين عرس ما كاين رجوع، صباح الخير. قطعت عليه شاد الضحكه هو يعاود يصوني. وحشوم عليك والله، اش كتقطعي حنا كنهضروا؟ شوف انا ماشي رخيصه على راسي، راهم كبر مني وزوجوا سبعة المرات وعرسوا، الا بغيتي صافي بلاش حتى انا مرتاحه هكا. وائل بجديه وبغيت غير نسولك وجاوبيني بصراحه، واش كتبغيني ولا لا؟ حيت عندك زيد ناقص كيرجع هنا كيما رجعناش، كي بغيتك كيما بغيتكش، الا ما رجعتش ثقتي فيك راه ما كاين والو، الثقه هي كلشي. وانت جيتيني بحال الا بحال خصيتيني، ولا انا يمكن اللي رخصت راسي قبل ترجع ليك. والا لا 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 بالعكس، انا حيت وحشتك بزاف ما كرهتش نرجعك لي قبل غدا، والعرس وداكشي كياخذ الوقت وانا وحشك غير فهمي. دابا طلع لك في راسك وتقلب على البديل، غير صبر الايام كطير دغيا. وائل ياك وليتي كتهضري معايا بحال هكا، علاش كتقولي هاد الهضره؟ والله نيتي ما هكا. ايوا شفتي قلت لك الثقه من عاد هاد الساعه وغنديرها في يد الله ورجع، ولا ما فديتكش ديرها دابا مازال ايام الله طويله وتبدل نيتك. خاصك تمضى بغيتي عرس واخا نديروه ما قلتي غير. فاسي راسي كيضرني، يلا تصبح على خير. قطعت عليه وهي تجي هاد الضحكه، تخشات فراشة نحسات فرحانة أخيرا جرات بيه الحبل، والكرة عندها كتلعب بها كي بغات، كون رطبات شوية كان غيجربها هو الحبل ويلعبها كي بغا، ورجع يتقلق هو ويغضب ويتسنى أنها تصالحو. الصباح نهار تمشات الحمام ودازت للصالون قادات الحالة ورجعت للدار، عيات كتسنى يعيط معيطش. اليوم التالي كذلك، الرابع الخامس حتى بدات كد كيدخلها الزيت، أويليك ما صافي بح وقيلا قصحت ما احتطج ناري ما فيها اللي يتأزم وطير فرحتها وتبدل بكناتها، حتى نسات الايام الكحله اللي عاشت وغترجع ليها تاني غدا الخطبه.
وغدا خصو يجي. معيط ما سول متى حاجه، وجدو كل شيء ووجدات كل شيء. كلات خمام صيفطات لمها تسول بايك معيط لي، والو ما عيطش. اش واقع؟ تعيط لي هي ويلي ما جاتش هادي هي عزات نفسي. ما يمكنش تبقى هكا، ما عارفه واش كي تكمل توجادها ولا صافي تحبس. صبرت داك النهار بزز، وكل شويه تهز التليفون كطلع عليا. اش دير ما دير؟ نزلت تليفوني كتصوني، وداك الشيء اللي دارت صونات وجاوبها الو الو، بقات غير ساكته كتصنت الو قطع. ويلي من هذا باين عليه صحه سلام والتليفون في يدو، علاش ما قدرش يعيط ويسول ليك؟ ما صافي ضرب الناقص. رجعت بحال امها فين ما تسولها تقول لها كيعيط. بركة غير الخلع اللي فيها، وتي تعاود لما تركب فيها الوسواس والخلع اكثر من اللي راكباها. وصل اليوم الموعود، الملحون مطلوق في الدار، والعود والصالة ملمطة، والحلاوي واجدين، وفاتي في الصالون كتجبد شعرها وعقلها مع التليفون. ويلي حي اليوم الخطبة، ومعيط يقول حتى رحنا واجدين وجايين. رجعت بحالها صبغت الظفر وطلقت الشعر، لابسه قفطان خفيف بيض والحله في يدين والشرب الفرجلي. لقات ما غاديه جايه كتوجد وهي توقف عليها. فين با عايشه؟ مشى للجامع يصلي. ما عيطوش؟ ونسولك انت اللي عندك التليفون وكتهضري معاه. طفالية انا نمشي نشارجي. دخلت لبيسه فيها البكيه وكتغزل، طاح لها الطونسي حتى بداو يديها كيصفروا. شنو غدير دابا؟ تعيط ليه؟ بقى ليها تحل ما عندها ما دير، تصبر وتسمع شي قمعه هي هذيك اللي جيب لها تسمع. يلا هزت التليفون بغات تصون، وهي تسمع الباب ديال الدار تحل وصوت الناس وباها كيضحك. زيدو زيدو مرحبا مرحبا. ما تهنات حتى سمعت صوتهم داخلين مع الباب. عاد جلسات كترجع النفس وكتردد، الله يا ربي حمدتك وشكرتك، حمدتك وشكرتك يا ربي، ناري كان غيسكت ليا القلب. تفر على الباب بجد مع هي جالسه حداها. دفعات جات ليها وطلت معها فرحانه. عيشه نوضي نوضي، عند الناس سلمي عليهم نوضي. مخشيه هنا زعما حشمانه. فاتيها بشويه، هو اللي ما تعرفش تحل البيبان غير بشويه. اصلا ملعوده غير بوحدي، ما عرفتش مالي بحال الا اول مره غنتزوج. عيشه ما نوضي نوضي، عند الناس سلمي عليهم حشومه. ما تبزر ما كتفتف، رشات الريحه وخلات هذا المرايه كتقاد القفطان والمكياج والشعر. جمعات النفس وطلقاتها وخرجت مع محاني الراس. دخلت حشمانه ما قدرتش تهز فيها من العين. سلمت على مو بس لها يديها، وبس ترس جدو جداتو هما فرحانين، وداس سلمت على خواتاتو، سلموا عليها حتى هما مبسمين عجبهم الحال. وصلت ليه مدات يدها وهي تهز في عينيها مبسة ما كرهاش تقشو. ضحك وقال بصوت خافت، باينة عليك الحشمة. خطفات يدها وجلست حدا حشمانة. تكلم الحاج وقال يواسينا جينا طالبين نرجعو بنتنا لعندنا، نلمو الشمل ونديرو الزريعة. راضية بنيتي فاطمة الزهر؟ هبطت عينها حشمانة وائل حداها كيشوف فيها بنص عين. الأب مرحبا بكم، مرحبا وألف مرحبا، وإلا خرجت منا شي كلمة دلعيب غير سمحوا لينا، لسان ما فيه عظم، وفي ساعات الغضب كيحضر الشيطان. سمحي لينا الحاجة أم وائل. المسامحة سي عبد الله، الحمد لله اللي جمع الشمل، حنا ما لقاوش حسن من فاطمة الزهرة بنتنا، وراه هي وحدة منا ماشي غريبة علينا. الله شاهد معزة في قلبي بحال بنياسي، هي دري ويشا وراسها صغير وكتحترم بعدا اللي كبير منها، ولا يعود جايب شي مصيبة تمر علينا حياتنا. عايشة هي مرضية ولقاها ربي بيكم حتى نتوما الله يعمرها دار، ولكن الحاجة راه شرطت لنا شروط، نقول لهم إلا بغا بصح يردها. خاصو يدير ليها قسمة ويغسل ليها وجهها اللي تمرمد في التراب، ما يخفاش ما تلقاش كيتقال عليها. وفاطمة الزهرة راه طعنو في ظهرها حتى شبعو، واخا ما دايره لا بيديها لا برجليها، وخلصات بصحتها شي حاجه اللي ما دارتهاش هي. الجد ايه حنا هادشي عارفينو، عارفين لسان الناس ماضي. الاب ايوا هادشي علاش يدير لها العرس ويعطيها صدقه، بحال الا غيتزوج بها من الاول وتمشي بالشان والمرشان بحال كاع العرايسات. وائل ما قلت عيب، قابل على هاد الشروط كامله، غير هو ما نطولوش في العقد. الاب من غدا ترجع راه رحال وسهل. وائل وعلى هاد الحساب غدا نتلاقاو عند الهدول، وليت الباسه حلال عليها. الاب وما تعاود على الصلاه على النبي. زارت الام وتحطت الحلوى وتفرق اتاي، دارت فاطمه الزهراء الخطبه على حقها وطريقها، شربت الحليب وكلات التمر وهي معبسه في وجه وائل ما كتبغيش تشوف فيه كاع. اما هو فرحان كيضحك ويتجمع ويضحك مع هادي. تعشاو الناس وقطعت الحلوى وسالت الحفله. خرجوا مشاو، دخلت البيسه فرحانه ما قادها فرحه. يلا حط طاسه ناس ويصوني لها. فاتي شنو مالك تاني؟ ما ماليش. شوف انت مالك تاني؟ ما ماليش.
اللي بنتي ما عجبك الحال قبيله ما بغيتش تضحكي كاع مالكي راسي كيحرقني ما فيا اللي هضر يلا شرب دولي بخان باغي نسنط العظام يخلي الناس الغدا نهضروا وائل واخا لاله يلا تصبحي على خير قطعات ونعسات نعسه وحده فعلا راسها كيضرها والخلعه سخسختها بالمعقول صبحت ناشطه راس قال ليها كتوجد تمشي مع باين لهدول لبست الجلابه اللي جاب ليها والصنداله ديالها وطلقات شعرها وقفت حدا المرايه وصل لها الدلو وهي جاوب ابتسامه وائل الو حبيبه يا صبحتي الحمد لله وانزلي راه كنتسناك نتحسن باك اه جيتي ومال البارح وانا هنا تلقيت لقي راسك يلا انا جايه نزلت كطير لقاته في الباب طلعت للنور بلا ما تسلم حشمانه من باها لا يقول بطلع لها غير امتى تمشي وحشاه مشى عند العدول ودات كلشي وهداك رجعت فاتح على ديما توائل من جديد بصداق كيحمر الوجه فرحات وجهها حمار اما هو ما عليه كلام خرج ركبه في الطوموبيل راجع للدار ويقول باها حطنا غير حدا هاد الميكانيك راه حاط عنده الطوموبيل تخسرات ليا وسيرو نتوما حطو وائل وتلفت عند فاتي اجي اجي راه هنا حدايا غير خليني هنا والو ولدي رجعي مال راسك قاصح واش نسوق ولا نبقى داير عندك نزلت من الف خارج هاد القدام ودارت رجل على رجل هو كل شويه يشوف فيها شد لها في يديها باسه وقال لها توحشتك سكسات قلبه وجهها للزاج ما قدرش تشوف فيه باش ما تضحكش سهاد تلقات راسها واقفه حدا البحر في الطوموبيل وهي الدور عنده علاش جينا هنا جلسوا شويه جمعي حوايجك اللي بغات تمشي معايا صافي لا لا حتى المورا العرس غتسنى طل حاجمه شنو هو وعلاش هكاك جاتو الضحكه كيشوف فاش كتخربق عليه ويغفل هو يجرح النقه عاجي نشوفو واش محشاني ولا لا وائل طلبك طليبه وائل يلا مشو للدار وبناتي نطلبك طليبه شنو مشو للدار وطلبي اللي عجبك لا حنا واخا شنو بغيتي فاتي بدلا ياك دابا انت كتبيع تشري في الطوموبيلات ياك وائل كل مره تجيب وحده جديده ياك ها من بعد وكتبغيني ياك وتلقينا بغيت رانج روفير بهدا حل عيني شنو حلفي حلفي شنو دابا ما تستاهلهاش شحال مره جبتيها وبعتيها ازراتو كيضحك انا لي شحال وانا كنبيع ونشري فيها ما عمري جبتها لراسي كنمشي نجيب هذيك اللي عندي وعمرني فكرت نبدلها وها جيتي من الاخر بغيت رانج روفير شنو زعما شي حاجه صعيبه كل ما كانش عندك اه انت كتجيبهم كتجيبهم جيب لي وحده كمدها وائل كمل 80 مليون كامله داير يضحك ما قدرش يسكت فيا كتشوف هي محبسه بقى فيها الحال تكمشات بلاصتها وقالت ديني لدارنا صافي عييت تلفت عندها وقال لها وراه 80 مليون الشريفه كدير هذيك اللي بغيتي انت واش عارفه انا مثلا جبتها لك وخشيتيها في شي حيطه اش غيبقى فيها صافي بلاش كاع ردني غير لدارنا ملي عزيتيها فيا وعندك باش تجيبها صافي وائل وبلاتي نديرو قضيه باغا غاروج روفر نجيبها وركبيها معليش مين ناخذها انا ونعطيك هذه تويوتا ساعات هي واعره شكون بحالك دارت يدها على جنبها ومعجبه وقالت ايه جيبها لراسك وتعطيني انا القديمه محشمتيش وائل والله تخايف تخلي ما في شي حيط تخرج عليا 80 مليون انا نجيبها فين ما عجبك نديك نديك يا اما تجيبها ليا انا ديالي انا نسوقها يا اما بلاش كاع وبلاش حسن علاش ما طلبتيش شي وحده على قدك وبارك عليك روج تبقى وحده وعلاش دابا قلتي اجيبها ليا ليك وتعطيني القديمه هي عندك الفلوس ضحكتيني والله المهم نمشيو للدار ومن بعد نشوفو قضيه الطوموبيل ما غنمشيش انت باغي غير حاجتك انا فاش طلبتك على الرونج حسيتيها فيا هذه هي غترجع ثقتي فيك وعجب دابا الرونج الثقه حط راسو على الفولو كيضحك سخفتيني باغي الرونج اه بشرط شنو هو ما تبقايش تهزيها حتى تشاوري معايا غنصلح لك ديك الطوموبيل اللي شريتي مني ورونج تهزيها مره مره فكرتيني انا بعدا 6:30 اللي عطيتك ديالي ياك ما هي اللي رديتي ليا في الصداق هز راسو وطرطق بالضحك عليها وانا عاري جلدة مع راسك دابا من الاخر رونج ولا 6 رونج ايوا نسي 6 ما كتساليني ما نسالك بركه 8 اللي غنحط فيها وابعز لك هي كتبيعها ب 80 ماشي غتشريها ب 80 راك غتشريها بشي 60 ولا 50 وربح فيها 30 مليون ولا 20 شكون بحالك جاي كتقلب عليا وائل 50 ولا 60 سهلتيها راه ما كيجمع غير الفم كتجيك ساهله تنقي بها وانت كيجوك ساهلين تحسبهم راك كتربح فيهم زباله الفلوس ما سوقيش غادي تشريها ليا ويلا واخا يلا وغتشريها ليا وماشي دابا تيفوت العرس وروينتو راح طاح ليا بغيتي الفندق
ما عرفتيش منين كينزلوا لك هاد البلانات، من فعيلك اللي كدير معايا. المهم دابا انت غتشريها ليا، راه شفت عندك في لاجونس وحطتها كتبري فنة فنة. وايلو محشومة شعلك تخرجيها للشمس كحال. عافاك ديري لاجونس غير نشوف عافاك. وعيقتها فاطمة الزهراء قول لي باغاش تمشي للدار وصافي، ومن تما نمشي معاك. يلا زيد للاجونس غير ما تلصقش ليا عليها، اصلا بيعها راه هذيك فلوس عندي لك العرس اللي بغيتي. لا ما نلصقش غير نشوفها. ديما راه الطوموبيل نيشان وقف حدا لاجونس، نزل هو وياها دخلوا، دار يديه في الجياب واقف واحل معاها. هي مشات كدور من روش فرحانه، كطلع فيها تقيس ركبها وترجع تنزل تدور بها. وائل واقف كيصوت من مناخره حدا الشاب اللي جالس في البيرو، واش غتخرجها؟ سولو الشاب اللي جالس. لا لا خليها لي سولات قول لها نبيعها. فاتي وائل اجي اجي تشوف. يلا دابا خلي حسن نجيبها لك. فاتي واجي غتشوف. هادو مشى عندها حتى يدو على الطوموبيل. هانا شنو خرجوها دابا؟ وقت لي كنبيعها وغنجيبها لك كلمه وحده صافي. يلا دابا ديري عقلك. شد لها في يديها جرها من تما بزاز وخرجها كطلب وكتحلون عليه. يخرجها لهاديك الساعه ساعه تا هو كثار منها كيديها على قداقلها. طلعها وشد الطريق للدار. يلا تحرك ويصوني باها. الو واخا تسناني تسناني تما. وإلا سمعت تسناني تما ويسخط شافها وقال شكون اللي غيتسناك؟ بابا حدا قهوة الشين بيبغاني ضروري. وإلا ويا قلنا غنجلسو شوية وتشوفي ظهرك. لا لا حتى العشية مور العصر غنمشي دابا، راه بابا واقف كيتسنى. غمض عيني وقلب وجهو عاد بالصبر، قلب الدورة القهوة ديال الشينوي. يلا جمعي حوايجك الليلة غتباتي معايا صافي حبيبة. إن شاء الله الرونج راه غنجيبها لك صافي، صبري عليا يفوت العرس وتجيبها. واخا نزلات تنبها ومشى وائل. فاتي شنو؟ يلا تشوفي واحد القاعد وراه لي واحد السيد دابا كبيرة زوينة ديال الفرع. فاتي فين؟ غير هنا. جرات معايا رجليها قاعة كبيرة عصرية ودخلت كتشوف مزينة بالورد والضوا واللون البنفسجي بارد والبيض في الأرض والرخام. قاعة رائعة قلعتها وعجباتها. فاش وصلت للثمن وهي تصدم. فاتي تلت المليون وفي ليلة الأبيك هو اللي يخلصها. لا 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 واخا هو بابا لا راه رزقي حتى انا هذاك وزيد فيا اويل على ثلاثة. شوف واحد اخر احسن كاع لي لما دات ما جابت مالو بغا ياكلو ليا القاع في العشاء. ايوا اللي بغيتي اللي بغا اللي بغا ينقص لك شي حاجه. لا لا انا جهدي جوج بركه وديك جوج راه بزاف عليا واه بزاف مسلكاش. فاتي ايوا حتى انا ثلاثة ما مسلكانيش. يلا يلا نمشيو بحالنا. جات خارجه وي عيط لها كاينه قوسي معاها بقى مني منك. يلا رزق ليا فديك الجوج حتى هبط عليها الجوج وخرجت فرحانه. اتصلت بوائل الو عاد شفت القاعه واعره واعره زوينه بثلاثه المليون. وائل او بزاف غلى عليك ما بغاش يهبط عليها عيط معاه ولكن غتعجبك واعره وتعجبك غير انت. اما انا ما كرهتش نتعشى ونمشي بحالي وخا نجلس غير في السطح. المهم فاش نجي غنتفاهم معاه على الثمن. داك الثمن اللي عطاك راه بزاف ثلاثه في ليله ما نغديو معانا ولا شنو؟ وصافي راه اتفقنا على ثلاثه خاصك دوز ليا الفلوس باش نشدها. وائل تنجيو نشوف معانا اللي غنخلصو. انت غير شوفي داكشي اللي باغا وقوليها ليا انا اللي غنتفاهم على الثمن. زتي هاد العرس هم تاقلنا سالينا ورجعنا من الاول. كون دوك الفلوس اللي غتمشي للعرس درنا بهم شي تسافير لشي دوله وتقام رخيص على هاد العرس. فاتي واصلا غادي نسافر وندوز شهر العسل علاش مالك ما غتسفرنيش؟ وائل وعلاش ما جيبيش ماكينه وريشيني دقه واحده بلا ما تقيد نتف 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 شويه بشويه. قال لي غتسفر حتى هو في الحساب. فاتي هو اللي كيبيع برخيص كيشرب الغالي. رجعت بحالها للدار مع باها الهضره كامله على العرس والتوجيهات والحاله. رجعت اتصل بها وائل بالليله بالليل قاعده شاده ورقه وستيلو كتقيد الناس اللي معروضين. نض دخلت البيت وجاوبات الو وائل جمعتي حوايجك؟ انا دايزه لك. لا راني مشغوله خلي خلي حتى الغدا. ياك اتفقنا نجمع حوايجك ونجي للدار. ولكن راني مشغوله والله ما جاتش النوض كنجمع دابا. نقول لهم انا غاديه ويلي. واخا يلا صافي على خاطرك قطع مقلق منها. رجعت عند باها كيكملو تقياد الناس وشنو خاص وشنو ما خاصش. الصباح لبسات سيغبيك دارت طفيرة واتصلت بوائل. الو وائل واش ما غاتجيش نمشيو نعرملو القاعة؟ يلا تسناني واحد الساعة راه عندي شي خدمة وجيب ديك الرونج عافاك جيبها. وهضرنا فاطمة الزهراء مورا العرس هي مورا العرس باغي يعطوك شي عين صحيح انتي ولا شنو؟ والعين فيا فيا غير جيبها مورا العرس قلت لك. يلا سيري سنجي انا مشغول. قطع معاها خلاها كتسنى ساعة ونص عاد عيط. نزلي زليلة لتحت واخا عطات كتجري طلعت معاه فرحان وهو معبس. بس في حنكو
وائل فين جات القاعة؟ هانت سير نيشان. دها القاعة ودلات كتوريه وتجر فيه، هو ما فيه اللي يشوف. وائل عجباتك؟ اه يوصف، يلا وريني هذا اللي غيتخلص فيه، راه عندي مادام. واخا دلاتو للمكتب سمانيتو وجلسو. اتفقنا على زوج، في الاول قلت ليها ثلاثه، قد هي جوج وقفنا عند جوج. وائل وا جوج ورا بزاف، راه عطيك فيها مليون، راه ليله وحده ما دات ما جابت، والصيف راه خرج داخلين في الشتا، درتي لنا ثمن الصيف. لا 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 لا، مليون بزاف، انا راه كنكريب ثلاثه. وائل وا خليها كريه باش ما عجبك، حنا اصلا ما كناش ناويين على هذا العرس، عقدوا باللي كان. يلا نوضي 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 تمشي بحالك. خرجت عينيه يلا بغات تهضر وينطلق طقمو القاعه. يلا غندير معاك ثمن الاخر، مليون ونص والله يكمل بالخير. وائل مليون والله يكمل بالخير، كون كان الصيف والعراسات مزاحمين نقولوا، مي دابا ما كاين عراسات، اصلا راه مليون درهم وبزاف، ماشي وقت العراسات هذا، مازال العراسات الله ودي راه الحال مازال سخون. وائل ايوا حتى دابا ما بززناش عليك شي حاجه، خد المرسي الا ما تسكراتش عيط ليا نكريها انا، ويلا تسكرات الله يسخر، هادشي الا ما لقيتش وحده اخرى ناقصه الثمن، اما فوق مليون راه ما نزيدش. شاف مول القاعة تاع هي وقال قاصح بزاف السير، سمك الله بعدا. وائل قصحتي ولكن اش نقول لك، الله يسخر. وائل ها الكارت فيزيت، تنتا لا خصاتك شي طوموبيل قديمه ولا جديده اجي مرحبا، غتلقى عندي اللي يعجبك. تشرفينا سيدي، الله يجعل كلشي مبارك ومسعود. شد لها في الداخل، جات فرحانه تاع الزنقه وينزل عليها الراس كيضحك. ثلاثه المليون يطوي معاه ما حشمتيش، راجلك انا وباغي نضم صيني واشك قاصح فاتي. وراه مصاريف راه نقضي بها شحال من حاجه. وائل وقول لي شنو خاصك، علاش كديري هاد الفحيل؟ بغا نعلق امك من ودنيك ولا شنو؟ تعلقات في كتفه ومعلقاه كضحك وقالت والحشمه تبقى كل شويه نقول لك عطيني عطيني. جمعات الضحكه وقال حشمتي حلفي باينه عليك الحشمه سبحان الله. وصافي راه بدلت بيت الناس، مشي تشوفي ما في اللي يمشي. يلا معينت في لاباطا داموند هي الاولى قبل ما نساها. وائل با داموند ما غتهربش، يلا تشوفي الفراش، ما عرفت كي جا داكشي بعدا، تقدري تبغي تبدلي شي حاجه. فاتي دابا نطلع لك فراس غتسنى قطعه وتبدلني وتقلب على غيري الى اخره، حفظت حفظ داك الدرس. وصافي يلا مشيو للباتيسري بعدا. نهاد دار لها خاطرها، داها خدات الغرض ديالها وجلست غدا معاها، طار زليها وقفها عليها في حلقه. دابا منيتك تشرفتي عاد ما غديري العرس، تعرسي كون بلاصه هاد العرس كون راك دايره اسبوع. ايوا قولها لراسك خليني ساكته. دابا نجيو نيشان، ياك انا ما خنتكش ياك انت كنهضر معاك نسينيت، طلعتي زرزوميه مع راسك ما سهلاش. بحال كي كنت انا، بحال كي كانت وحده اخرى، الاعمال وبالنيات. وائل اجي غدير العماريه وداكشي، وشنو غطلع حسن انت حسب لك باقي خفيف كي كنت نهار الاول، وحال يقدر يهزوني دابا راه زادت فيا شي 40 كيلو تبارك الله. وين على 40 ما بينش فيك، لا كرش لا فخاد. مقارنه مع النهار الاول فاش عرفتك راه تزادي تحت عظمي تقال. فاتي وينك عما باين عليك ما تبدل فيك والو. وائل الله يخلينا في صباختنا، انت اللي وليتي شيطانه، ما تكونيش مشيتي للسعوديه وخبيتي عليا زعما. فاتي وعلاش غنخبي عليك اصلا، من مشيت نقولها لك راه كي كا كي اكادير كي السعوديه، كندير راسي ديك الساعه ندير اللي عجبني. وائل الصراحه حلفي حلفي بلا ما تكذبي. شنو عارفك شنو باغي تقول؟ بزاف الضحكه. وائل عارفه نياك بعدا، جاوبي بصراحه. فاتي لا والله عمرني درت شي حاجه. وائل حلفي زعما طلقتي وساكنه بوحدك؟ واخا هكاك كرهتيني في الرجال كامل، ما بقيتش كنحمل في جنسكم الشعره، ما كرهتش كي كون بديت نقتل فيكم واحد واحد ديك الساعه، خلي غير نتصاحب. وائل شنو جا كيدير عندك كامل في ماكدو؟ ما كيعرفكش وجات لحاليك. فاتي خفت نعاود ليك وما تسيقش، نتيق غير ما تكذبيش، داك ولد الكلب عارف واش كيسوى. فاتي غير في واحد الجروب كتحطيت واحد التعليق على، وبدات كتعاود ليه ومربيه يديه كيسمع ليها ويسولها، تاه حكات ليه كلشي من الاول لاخر. فاتي والله ما عرفتو. وائل ها وانتي كتهضري مع واحد ما كتعرفيش؟ ما يمكنش جاتني هادشي ماشي وهداك. فاتي زعما ما عقلتش عليه، راه اي واحد بين الظرافه ديالو كنت كتشكي عليه، كنت محتاجه على نشكي مع من نهضر ويسمع ليا، كنت محتاجه بزاف والله، كتشوف الدنيا تقلبات عليك، كنتي بدار بالوالدين كل شيء، عاطيك واحد القيمه في الاخر ضاح منك كل شيء ورجعتي برجلي. كل ما ربي حط خالتي في الطريق عاوناتني، كون يعلم الله شنو قانية اللومه كامله رجعت لي انا، حتى حد رجعت لي، حتى حد مهلا ما كنت، العائله كلها دارت فيا، قولي بزاف د المصايب وربي نجاني منهم.
حتى وليت كنقول واش انا اللي خنتو باش كلشي دار فيا ولا شنو. داروا لي بحال اللي انا اللي خنتك ماشي انت، ما عرفتش علاش. مي امي وخالتي بوحدهم اللي جاوا من جهتي، عمرني كنت نفكر في الزواج في حياتي، كنت باغا نبني مستقبلي وندير بحال الا مقطوعه من الشجره. حتى ما سمعتش الهضره اللي كنت كنسمع، تسم اللي كانوا كيرميو ليا. بغيت غير نعرف علاش، اش من درت كرهت كلشي، وزاد كامل كرهني في اللي بقى. فاش تلاقيتو كما قلت لك ولا كيجيني باسل، وليت كنهرب منو حتى تلاقيتك انت. الا كان كيحسب ليك كنت عايشه الدنيا بطوله وعرضه في ديك العماره في ديك العامين، راك غلط. انا كنت ضاربه غير مع هضره الناس، ما حملاش ندخل في علاقه اخرى. كامل كان عزيز فاش كان كيسمع ليا، مي فاش ولا كيبان ليا باسل كرهتو. وزدت كرهتو وتصدمت فاش طلع مزوج. ما هاد وائل هو اصلا جاتو من الجنه ولا فاش طاح عليك في داك الكروب، وعقبك ما عقلتيش عليه داكشي علاش ما قالك والو وسكت وكمل معاك. هذاك الكلب انا اللي عارفه، كنتسنى غير فين يجي يهضر معايا ولا يجبد داك ليا. طاح المو سناني دي سنان ديالو هكا نقلب ليها على السبه. وائل ها الغدا تغدينا، ها الحلوه دفعناها، ما تمشيش معايا تشوفي الدار؟ لا لا خليها حتى الغدا، خاصني الحمام وخاصني بزاف ديال التخربيق. حنا غنشوفو هاد غدا يلا نوض يلا. ما تشدات فيه وردها لدارهم. بدات الايام كتجري وتشرب القلت القلت، كل يوم تسل من وائل الطريقه في شكل وتدي فيه وتجيبو. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، وحتى هو كل مره كيقلب ليها على سبه. حتى وصل النهار الحنا والعائله كتوصل وحده مورا وحده، عمرات الدار بالصغرات وكل شيء كيبارك. مشاو الوجوه اللي كانوا كيهضروا فيها وما يخليو ما يقولوا في ظهرها، ورجعوا يضحكوا ويباركوا بحال اللي عمرهم نعسوا فيها. من واش غدير عرس جديد والحسن كاع من الاول؟ طلع مرات الصالة كتقاد باش تحني فيها العروسة. أما لالا العروسة في الصالون كتوجد راسها فرحانة، وهذا نهارها الكبير، عروسة على حقها وطريقها. خرجوها من الصالون بالزغاريت، أولهم خالتها اللي جات من السعودية، طلعتها في الطوموبيل ومشاو للدار. كاع بنات العائلة مصدومات، ويلي هادي غير مزوجة وشوف شنو دارت. والعزبة اللي أول مرة تزوج ما دارتش هادشي. إي والله يعطينا بحال زهرة، واخا غير مرة وحدة، باينة راجلها لاباس عليه، عندو الفلوس ومالها اللي ما تتمرغ فيهم ويعاود ليه عرس سعداتها. يا ربي تعطينا غير مزقه من زهره. الهضره ما كتقاداش، دخلوها للصاله جلسوها بالتاج والشعر متلوق والتكشيط طول بالغا، تشرات رجليها كتحني. وحنا مع البنات اللي دواو فيها واللي ما دواوش، طلع ليها النهار من داك الشعر فيه. بالليل تخشات في بيتها الصغير وصدت عليها، ما بغات حاجه حتى وحده من بنات عائلتها. واخا عياو يدورو بها ما عطاتهمش وقت وما كتشوفش جهتهم بالمره. بغاو يدخلوا يقلقبوا مع الباب يبحثوا فيها شويه، ولكن تسدات الباب في وجههم وتكمشات. دخلت على خالتها هزت طبسيل ديال الكبده بشويه بالطيحان وكوتليت، وسدات موراها الباب وجلست كتهز في العبايه البيضاء ديال الحضور وتعرف خاطا وديها مزرزني بالذهب وحلقه ما شاء الله. وزادت غلاضت، ايه السعوديه وما دير، ريحه العود منها كتعطعط وباين لي عليها الخير والفلوس. سميرة الله يا ربي رجلي طابعيت، قتلوني يا اختي غاب العين. بغاو يصفيو عليا يا اختي يا اختي، بغاو يصيفطوني للمقابر قبل طحنون. فاتي تيش هادشي؟ سميرة لقيت سباك شاعل في المجمر في السطح كيشوط عليه الراس الحاول اللي ذبح، ولا طلع لي شويه الكبده والطيحان والكوتليت. كولي كولي باش ما تسخفيش. فاتي صالحتو كيهضر عادي، ما عرفتو زعفان ولا راش قالي، المهم فرحان حطاني انا غاش برتيسان. فاتي وراه الكبده بغات تطيبها، ماما تقليا ويلي غتقلب عليها وما تلقاهاش. سميره امك طيبات الكبده وتقليا، بسلامتك راه قلبت عليها ما لقيتش. ايوا مشيت على وعدي وسعدي سال عندك الزر جبتها هي وطيح. كولي كولي عرفتي راهم برا كل شويه كيسولوا فين فاتي، واش نعسى فاتي، واش خرجت فاتي، باغيين يدخلوا يجمعوا خبيرات بنات الحرام. قلت لهم فاتي نعسات خليوها ترتاح الله يعطيها مغباله تسبح ليا تيخ. فاتي ناري وائل غضبان عليا، مبغيتش نمشي معاه للدار ويغضب. تسعة خليه دابا يتفش. فاتي ناري اختي باصل طحنون معاك نتيا. سميرة ايوا خليت ليه الهم يهز هو، انا اختي ضاربة الدنيا بركلة الحمد لله. كولي كولي راه هادشي غيبرد. شافوني مدخلة الطبسين تبعوني بعينيهم حتى كنت غنجي على وجهي، حابوني غير خليتهم لا تقلية. جداك مطباك شافتني مدخلة وهي تقول لي اجي اجي هداك الطبسين لهنا حنا معليناش الله. قلتلها راه القزال هي سيرو جيبو. قالتها هي وعماماتك مربعين يديهم ما يهزو ما يحطو. غمك وخوالاتك اللي مقاتلين في الكوزينة وجد هادي حط هادي، معماتك قالتيني اختي مربعين يديهم ضياف الله يخليها قاعدة كيتسناو غير شنو يدوز قدامهم ولا يتحط ليهم. اختفو ضربو الطبسيل ديال الشوا وتسكاو وحدة حدا وحدة. سميرة كانت
كتكربل فوق الناموسية قالها شوية لحوايجها. واه يا نار يا اختي الصودات يا اختي الصمت، ولفنا الكليمة غنموت. بعتي حل حل الشرجم كي درت حنون فاش كيجي المغرب في الصهد. سميرة كيدوب مسكين، تي عارفة الحوالة ما كيقدروش على الصهد عايشين بالكليمة، كيخرج من الدار غير من الليل الليل. بعتي في خبارك وإلا غيجيب ليا راجليا بيضة. ايوا هانتي يا اختي شكون بحالك، حتى هو راه عنده الفلوس اختي، مالو مالو اللي ما يديرها، اش غيدير بهم يصرفهم على حلا العاهرات؟ اي والله ما فيك انتي فاتي، واخا هكا كيبقى فيا يبقى فيك كون كان مزلوط ما عندوش. انتي واش عارفه منتي باللي باع كيبيع يشرف طوموبيلات شحال كيدخل ولا ما عارفاش؟ راه كيهضر بالملايين، يبيع يشري بالملايين والربح عنده غير بالملايين. صحابي مول الحانوت كيدخل البزقه ولا شنو؟ فاتي وعارفه ماتي والله الا دار مشروع في هاد البلاد تيدخلهم بصحاح. بلاد ما عنده الفلوس يا اختي ما تشوفيش غير في جنابك، راه كاين بلاد ملي شبعاه فلوس ما لقى فين يديرهم. انا نقول لك كبنتي الناس راه جالسه تشتت فيهم، ما عرفوا حتى فين يحطوهم، كل مره طوموبيل جديده ما كيتشطروش فيها كاع. راك غلطه غلطه بزاف، عايشه في هاد القوقعه ما جايبه لك خبر. وصل نهار العرس كلشي مشى لقاها لابس ومقاد كيتسابقوا على البلايص والطبالين الاولين. اما فاتي وخالتها بارزين في الصالون كيصابوا يقادوا. لبسوها لبسة الأميرة بالتاج المضمة والفوال المكياج والمشطة، طلعت كتهبل بحال إلى أول مرة تعرس. صغاريت عليها قلبوا الصالون تفاهل عليها وخرجوها بالنكافات لبرا. بالليل وهي تلقى الروج البيضة مزوقة بالورد كتبري، كانت غتخبل بالفرحة، ما حسبش ليها كاع غيجي عندها بالروج. نزل بالكوستيم كحل والبابيون بوكس كيفرنس، كانت هي وخاتها الراس في الراس. بس لهي يديها وهي كتشوف فين تحت الشبكه وطلع على الارض الطوموبيل وركب حداها. رجع خو القدام يسوق وركبت خالتها حداها، مشى الطوموبيل كتشعل وغادا طيط طيط طيط. وائل كل شويه يبغي يهري لها وجهها وهي كتدفع وتضحك. خالتها القدام كتزغرت تبحات، وخوه بقى كلاكسوني بصبعو تا شدو الكلاكاش بالضحك والنشاط منوضينها بالطوموبيل قبل ما يوصلوا للقاع. غير وصلوا القهوة العمارية في الباب والعائلة برا كتسنى غير عواج وباغيين يشوفوا العريس الثاني. نزل هو الاول كلشي حل فمو طاحو ريوكهم، بانت على كبابرهم الصدمة. كاينة اللي طلعت كطير توصل الخبر لامها، وكاين اللي بقات مبلوكية بلاصتها. نزلوا فاطمة الزهراء وسط ظهور الجميع، ازلها الشبكة وبس جبهتها وطلعوها في العمارية ودخلوها بعساوة والرايات في الخضر والحمر والمبيخرات كبار تحت صغاري النقافات. لقاها كلشي وقف حال فمو، جاتهم الساكتة والمسكوتة تقال ليهم اللسان، بقاو غير كيشوفو بعينيهم فاطمة الزهراء كي كدير وتشير بيدها فرحانة. وائل جالس بارز مبسوقش العالم، جلس وحدة وائل وحيد مورا ظهرها وهي تخنزر فيه. دير عقلك راك عريسة ويلي. وائل واو حنا مالنا عاد غنبدا وندير فيها حشمة كي درت فينا، باغا العرس ها العرس خليني نجلس في خاطري. فاطي ناري ما كتحشمش دابا، فوقاش غيسالي هادشي يمشيو بحالنا؟ اوي اللي عاد دخلنا مازال ما سخنا بلايصنا. وائل العرس الرونج والله يستر بلاتي نساليهم هادشي. قولي 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 مزيان. دورات وجهها كضحك كل شويه يلمح لها بكلمه، بدات كل شويه تبدل. وائل كيحسب لها في السوايع وكل شويه يسولها واش مازال حتى وصلت اللبسه البيضاء. عاد نفس وارتاح، قطعوا الحلوه وفرقوها وسال العرس. وز وائل مراتو قدام كل شويه كضحك وتشير لهم كدير باي باي، وداه خرجوا والناس موراهم تابعينهم. دخلوها في الطوموبيل ورمات لهم الورد من الزاج، ما لحقات حتى تلوحوا لداخل بحال العريسه. دغيا زرب عليها هزه وهرب بها، شد طريق مكسيري كيطير نيشان، دوز على مكدوب بالطوموبيل فيها الورد وهي لابسه البيض، خدا الماكله من تما ومشى. وقف الروايل حتى قدام الباب، نزل فتح ليها الباب ورجع كيفسخ في البابيون وحل ليها الباب وهزها وسدها برجلو وطلعها للدار. كدور في عينيها وتشوف الدار جديده، فتح الباب الثاني ودخلها. كانت الدار كبيره حسن من الاولى بزاف، وعصرية والفراش جديد، خلاهاش تكمل تشوفها. دغيا دخلها البيت نعاس وهي كتغوت، اويلي بعدا خلينا غنشوفو. بعد مرور 6 شهور واقف قدامها كيبوت في الكريشه اللي بدات كتبان. قالت الله ليا في ولادي عندك بديت نقزه بهم. واه الله يستر كي مسطي، انا غادي للخدمه نجيب معايا شي حاجه. لا لا انا غنهبط للعصر راه تقيد وحدين جداد. وائل المهم راكي تما ما تهبطيش لتحت عند الرجال، خليك حدك حد العصر. لا كون هانيه ويلي هذا لا لا ما نهبطش لتحت. وائل وما تمشيش بلاصه حتى تعلميني. فاتي اوكي. نزل ومشات لبسات كولون الغوز وسبرديله وتيشيرت ودارت صدفيره ونزلت للطبقه اللي تحت منها فين كيترينيو النساء. وقفات في الاستقبال
رشرات يديها كتستقبل اللي دخلت تقيد وتشوف وتحضي قبل جناح العيالة، ثم مرة تدخل الداخل كتريني معاهم ودير حركات الحملات. جبدات الروجيستر كتراجع فيه اللي خلص واللي ما خلص، حتى كتوقف عليها مرة بسيغفات وهدرت وضحكت باينة بغات تصرع على فاتي. الزين كي داير لاباس، راه دايرين القرعة تدخلي معنا فيها. فاتي لا لا حبيبة، خاطيني داكشي ديال القرعة، بالعكس زوينة كتخليك تجمعي الفلوس. اش فيها؟ كل مرة نجمعو عند وحدة فينا ونبدلو الجو. فاتي ابتسامة، لا لا خاطيني داك التجمعات ما عنديش معاهم، شكرا، اصلا ما كنقدرش انا الحمد لله. لا هي مع الدار والخدمة هنا والدخل عندي، ندخل عندك ما كيعجبنيش. غاتي لا صال مرحبا، شي حاجة اخرى؟ نو نو اسمحي لي. نهاية القصة، كانت من البنات كلهم يكون عندهم بحال الزهر ديال فاتي، ولكن ماشي في الاول، في النهاية ويلقاو فارس الاحلام، راجل اللي يعطيهم قيمة واللي يكبر بيهم واللي يعيشهم هما مرتاحات ماديا ومعنويا. ما تنساوش هذيك اللايك وتعليق، واخا ديروا فيه غير ايموجي تكتبوا فيه شي عبارة من العبارات ديال الذكر، بالنسبة لي ما كيعرفوش شنو كيتبعوا اولا كيتلفوا كتلف ليهم الهضرة، اولا ريتيغي اللي كان قليب وريضة. كل شيء بمر منكم، كنحمق عليكم، كنرسل لكم واحد البوسة كبيرة، كنقول لكم خليكم في امان الله، وشكرا لكم على الدعم ديالكم دائم للقناة ولي كومونتير الزوينين اللي كتخليو ليا، كنقراهم تقريبا كاملين، كنحاول ما امكن اني نقراهم كاملين واني نجاوب عليهم، اللي ما جاوبش عليها تسمح ليا. يلا باي باي.